أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية من قناة مصر التعليمية وحلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهواء ومادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنتناول درس جديد وهو الثورة العرابية. الثورة العرابية طبعا الموضوع اللي درسناه في ستة ابتدائي يا أولاد، موضوع سهل جدا وجميل، موضوع بيحسسنا مدى الانتماء الوطني لبلدنا، الدور العظيم اللي قام به أحمد عرابي من أجل مقاومة الاحتلال البريطاني أو منع دخول الاحتلال مصر. طبعا يا أولاد احنا عارفين من الحلقة اللي فاتت أن إنجلترا وفرنسا ضغطوا على السلطان العثماني لكي يصدر فرمان بعزل إسماعيل، وفعلا يا أولاد السلطان العثماني استجاب لضغط الحكومتين الفرنسية والإنجليزية، وأصدر السلطان العثماني فرمان بعزل إسماعيل وتولية ابنه توفيق حكم مصر. توفيق يا أولاد لما مسك الحكم فكر أنه إذا أراد الاحتفاظ بعرشه، لو هو عاوز يحتفظ بحكم مصر لابد أن يرضخ لأوامر إنجلترا وأوامر فرنسا، لأن احنا عارفين أن إنجلترا وفرنسا كانت لهما اليد الطولة في عزل والده إسماعيل. فتوفيق كان لازم يقوم بمجموعة من الإجراءات، هذه الإجراءات أدت إلى رضا إنجلترا وفرنسا عن توفيق، وفي نفس الوقت هذه الإجراءات أدت إلى مزيد من التدخل الأجنبي. يا ترى هنشوف الإجراءات دي، اسم التوفيق اتخذ سياسة، هذه السياسة أدت إلى التدخل الأجنبي في شؤون البلاد. طيب نشوف تليفون معانا نرميه من أسيوط ونكمل بداية عهد توفيق. ألو؟ ألو؟ أهلا بك يا نرميم. بيك يا مستر. في سؤال في الجغرافيا. اتفضلي. قولي سؤالك سامع. انخفضت نسبة الأمية والفقراء في قارة أفريقيا. ما النتائج المترتبة على؟ لا، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث إذا انخفضت نسبة الأمية والفقر؟ طبعا في قارة أفريقيا. تمام، في هذه الحالة طبعا هتقل معدلات المواليد في افريقيا، لانك انت عارفه طبعا يا نرمين ان من اسباب ارتفاع معدل المواليد في افريقيا اللي هي زياده الاميه والفقر، زياده الاميه والفقر ادت طبعا الى ايه؟ الى زياده معدل المواليد. عندك اي اسئله ثانيه يا نرمين؟ ايه؟ عندك اي اسئله ثانيه؟ لا شكرا. شكرا ليكي على اتصالك. نستكمل موضوعنا يا اولاد، وعاوزين نعرف ما هي الإجراءات التي اتخذها توفيق في بداية عهده لكي يرضي إنجلترا وفرنسا. أولى هذه الإجراءات أنه أعاد إنشاء المراقبة الثنائية، يعني احنا عارفين يا أولاد من الحلقات اللي فاتت أن إسماعيل هو الذي أصدر مرسوما بإنشاء نظام المراقبة الثنائية، ثم جاء توفيق ليعيد هذه السياسة أو هذا النظام. يبقى أول خطوة أعاد توفيق نظام المراقبة الثنائية، مراقب إنجليزي للإيرادات وآخر فرنسي للمصروفات. أيضا توفيق يا أولاد رفض اللائحة الأساسية، طبعا اللائحة الأساسية هي الدستور، رفض اللائحة الأساسية أو الدستور لمجلس النواب، كما أنه وضع نفسه تحت حماية إنجلترا وفرنسا. طب سامع واحد بيسألني إزاي توفيق وضع نفسه تحت حماية إنجلترا وفرنسا؟ بإسناده الوزارة إلى رياض باشا، رياض باشا أسندت إليه الوزارة، ورياض ده يا أولاد كان معروف أنه بيكره المصريين ويشجع التدخل الأجنبي. يبقى أسند توفيق الوزارة إلى رياض المعروف بميوله الأجنبية وكراهيته للنظام الدستوري. دي صورة لرياض باشا الذي أسندت إليه الوزارة. طبعا يا أولاد قبل ما ناخد أسباب الثورة العرابية عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا، أن رياض باشا عندما شكل الوزارة كان وزير الحربية آنذاك هو عثمان رفقي. عثمان رفقي هو وزير الحربية، هذا الوزير الذي اضطهد الضباط المصريين، اضطهد ضباط الجيش المصري، طبعا كان بيمنع ترقيتهم في الوقت اللي كان بيعامل فيه الضباط الأتراك والشراكسة اللي موجودين في الجيش المصري معاملة مختلفة تماما. ولذلك يا أولاد ده كان من أهم أسباب الثورة العرابية. هناخد الأسباب مع بعضينا، أسباب الثورة العرابية. أولا ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر منذ عهد محمد سعيد باشا. طب اشمعنى عهد محمد سعيد باشا؟ لأنه أول من فتح باب الاستدانة واقترض من الدول الأجنبية هو محمد سعيد. طيب نشوف عبد الرحمن من اسكندرية ونرجع مرة تانية لأسباب الثورة العرابية. ألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك عبد الرحمن. الحمد لله. عندك أسئلة؟
عندي سؤالين، ماذا يحدث؟ اتفضل. ماذا كان يحدث؟ تمام. لم يصدر السلطان العثماني منشور بإعلان عصيان عرابي خلال معركة التل الكبير. تمام، لم يصدر السلطان منشور عصيان عرابي. السؤال الثاني. لم يرفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر. تمام. ديسمبر عام 1919. تمام. بص يا عبد الرحمن، طبعا احنا عارفين ان السلطان العثماني، والكلام ده هنقوله دلوقتي، اصدر منشورا بعصيان عرابي بتحريض من انجلترا. انجلترا اجبرت السلطان العثماني على اصدار هذا المنشور. طيب المنشور ده رد فعله ايه؟ عمل ايه المنشور ده؟ المنشور ده صدق بعد ما اصدر اتخفف. ادى الى ايه؟ ادى الى نفي عرابي. المنشور ده ادى الى ضعف الروح المعنويه، للجنود المصريين، وده كان سبب من اسباب هزيمتنا في التل الكبير، وسبب من اسباب الاحتلال البريطاني. يبقى اذا لم يصدر السلطان منشورا بعصيان عرابي، تمام، لم تضعف الروح المعنويه للجنود المصريين، وكان من الممكن ان يحققوا النصر على الانجليز في التل الكبير. السؤال الثاني، لو لم يرفض الشعب المصري التفاوض مع لجنه ميلنر، انا عايز اسالك سؤال يا عبد الرحمن، هو الشعب المصري ليه رفض التفاوض مع ميلنر؟ لانها كانت تحقق استقلالا سوريا. لان انت عارف ان الشعب المصري عمل تفويض او توكيل لسعد زغلول. ايوه، ماشي؟ عمل توكيل لسعد زغلول. الشعب المصري وقع توكيلات لسعد زغلول والوفد المصري. فلو الشعب المصري تعامل مع ميلنر، تفاوض مع ميلنر، في هذه الحاله الشعب المصري يكون قد ألغى توكيله لسعد زغلول. تمام؟ يبقى لو لم يرفض الشعب المصري التعامل مع لجنة ميلنر، كان في هذه الحالة سوف يلغي التوكيلات التي وقعها لسعد زغلول والوفد المصري. عندك أي أسئلة تانية يا عبد الرحمن؟ ألف شكرا. شكرا لك يا عبد الرحمن. نرجع تاني يا أولاد لأسباب الثورة العرابية. السبب الأول هو ازدياد التدخل الأجنبي في مصر منذ عهد محمد سعيد باشا نتيجة القروض التي بدأها محمد سعيد. هذه القروض التي أدت إلى بيع نصيب مصر في أسهم القناة لإنجلترا. السبب الثاني، المؤثرات الفكرية الغربية التي أدت إلى نمو الوعي القومي. هذه المؤثرات التي أخذناها من الأوروبيين آنذاك أدت إلى مطالبة الشعب المصري بالدستور وبالحكم النيابي. ما ننساش كمان يا أولاد سبب ثالث مهم جدا جدا، وهو سوء الأحوال الاقتصادية في عهد وزارة رياض باشا. في عهد وزارة رياض ساءت أحوال مصر الاقتصادية. ونرجع للسبب المحوري الأساسي في قيام الثورة العربية، وهو اضطهاد ناظر الجهادية أو وزير الحربية آنذاك عثمان رفقي للضباط المصريين. دي يا أولاد أسباب الثورة العرابية. معانا صورة هي للزعيم أحمد عرابي قائد الثورة العرابية. هنشوف أحداث الثورة العرابية والتي تبدأ بحادثة قصر النيل. إيه اللي حصل يا أولاد؟ في يناير من عام 1881 اجتمع أحمد عرابي في منزله مع مجموعة من ضباط الجيش المصري المخلصين. أحمد عرابي اجتمع مع زملائه في منزله ليتدارسوا الأوضاع في الجيش. اجتمعوا علشان يشوفوا الأوضاع السيئة التي يتعرض لها المصريون الضباط في الجيش المصري. هذه الأوضاع التي أدت إلى حرمانهم من الترقيات وإلى ترقية الضباط الأتراك. أحمد عرابي وزملائه عندما اجتمعوا في هذا اليوم في يناير عام 1881 اتفقوا على أن يكتبوا شكوى. يكتبوا شكوى لمين؟ هيقدموها لمين؟ لرئيس الوزراء أو رئيس الحكومة آنذاك، وهو رياض باشا. هذه الشكوى طالب فيها عرابي وزملائه بعزل ناظر الجهادية عثمان رفقي وتعيين أحد الضباط المصريين بدلا منه كوزير للحربية. يبقى في منتصف يناير 1881 تقدم عرابي وزملائه بشكوى إلى مجلس الوزراء الذي كان يرأسه آنذاك رياض باشا. يطالبون في هذه الشكوى بإقالة عثمان رفقي ناظر الجهادية أو وزير الحربية. طيب إيه اللي حصل يا أولاد؟ هنشوف أحداث هذه الثورة أو هذه الحادثة. الخديوي توفيق عندما عرض عليه رياض باشا هذه الشكوى، أمر الخديوي على الفور بالقبض على الضباط الثلاثة الذين وقعوا الشكوى اللي هم عرابي وزميليه. طبعا هؤلاء الضباط أمر الخديوي توفيق بتقديمهم إلى المحاكمة أمام مجلس عسكري. طب ليه قدام مجلس عسكري؟ علشان دول ضباط في الجيش. فعلا يا أولاد تم إلقاء القبض على هؤلاء الضباط أحمد عرابي وزميليه، وتم وضعهم في قاعة السجن الحربي. ده عرابي مع زميليه مضوا على الشكوى، وقعوا على الشكوى علي فهمي وعبد العال حلمي، طبعا الاسمين دول مش عندنا،
بس عاوزكم تعرفوا ان دول وقعوا على هذه الشكوى مع احمد عرابي. طبعا اعتقل عرابي وزميليه وتم وضعهم في قاعة السجن الحربي في مقر وزارة الحربية التي كانت انذاك في سكنات قصر النيل. وزارة الحربية كانت ايامها يا ولاد في قصر النيل، وتم وضع الضباط الثلاثة في قاعة السجن تمهيدا لتقديمهم الى المحكمة العسكرية او المجلس العسكري. بالفعل يا اولاد تم تقديم عرابي وزميليه الى المحكمة العسكرية، وعندما علم زملاء عرابي في الجيش بما حدث لعرابي وزملائه تحركت فرقة من الجيش واقتحموا مبنى وزارة الحربية واخرجوا الضباط الثلاثة بالقوة من قاعة المحكمة، وتوجه الجميع الى قصر عابدين، وهناك جدد عرابي وزملائه المطلب للخديوي توفيق، واضطر الخديوي توفيق ان يستجيب لمطالب الضباط وعزل ناظر الجهادية عثمان رفقي وعين ضابط مصري بدلا منه ألا وهو محمود سامي البارودي. يبقى نتائج هذه الحادثة عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه وزيرا للجهادية. دي صورة لمحمود سامي البارودي. هناخد إبراهيم. ألو ألو، أهلا بك يا إبراهيم. أهلا بك يا مستر. خلصت الدراسات ولا لسه مذاكرة؟ لا خلصتها ان شاء الله، عشان اظهر وعليا امتحانات في الاسبوع الجاي ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. عندك اسئله ابراهيم؟ عندي سؤال في بما تفسر. اتفضل. بما تفسر ايوه تغيير السياسه الاقتصاديه في مصر بعد الاحتلال البريطاني. تمام، يبقى انت بتسال على السياسه الاقتصاديه لمصر بعد الاحتلال البريطاني. بص يا ابراهيم، الاحتلال البريطاني وجه الاقتصاد المصري لخدمة الاقتصاد الانجليزي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانجليز توسعوا في زراعة القطن في مصر علشان ياخدوا القطن ده ويزودوا بيه المصانع البريطانية، وفي نفس الوقت حربوا الصناعة المصرية. حربوها ازاي؟ جابوا منتجاتهم الانجليزية والمنتجات الاوروبية علشان تغزو السوق المصري وتنافس المنتج المصري، وبكده الاقتصاد كله والسياسة الاقتصادية طبعا بتاعت مصر اصبحت لصالح بريطانيا. عندك اسئلة تانية يا ابراهيم؟ عندي سؤال تاني. اتفضل. اهمية السيولة الفيضية في العالم. اهمية السيول الفيضية في العالم سؤال سهل جدا جدا. طبعا السيول الفيضية توجد حول الانهار، والسيول الفيضية في كل انحاء العالم عبارة عن تربة زراعية خصبة صالحة للزراعة. تمام؟ يبقى اهميتها انها تربه زراعيه خصبه صالحه للزراعه. عندك اي اسئله ثانيه يا ابراهيم؟ شكرا يا مستر، والله قناه مصر التعليميه بتتعب معانا قوي. شكرا يا ابراهيم وبالتوفيق ان شاء الله في الامتحان. نرجع تاني يا اولاد، وعرفنا قبل اتصال ابراهيم ان الخديوي توفيق اضطر الى قبول مطالب الضباط اسر حادثه قصر النيل، وقام بعزل وزير الحربيه عثمان رفقي واختار بدلا منه ضابط مصري وهو محمود سامي البارودي. معانا صوره لمحمود سامي البارودي اهي يا اولاد. اصبح البارودي وزيرا للحربيه لاول مره في وزاره رياض باشا، ما زال رياض رئيسا للوزراء خلي بالكم. هناخد مظاهرة عابدين 9 سبتمبر من عام 1881. اللي حصل يا أولاد أن أحمد عرابي أراد أن يحقق طموح الأمة ومطالب الأمة المصرية. أحمد عرابي قرر وزملائه أن يقوموا بمظاهرة سلمية في يوم 9 سبتمبر من عام 1881 لتقديم مطالب الجيش والأمة إلى الخديوي توفيق. بالفعل يا أولاد يوم 9 سبتمبر عام 1881 خرج عرابي على رأس فرقته من الجيش وحوله آلاف من الضباط والشعب المصري، وكمان الوفود التي جاءت من الأقاليم لتؤيد عرابي. هذه المظاهرة مظاهرة شعبية. تعرفوا المظاهرة دي يا أولاد أظهرت مدى حب الشعب ومؤازرة الشعب لأحمد عرابي. تمام؟ كانت هذه المظاهرة دليل وإثبات على مدى مؤازرة ومساندة الشعب لهذا الزعيم الوطني الذي ظهر من ضباط الجيش. طبعا يا أولاد عرابي تقدم إلى الخديوي. طبعا عندما وصل عرابي إلى قصر عابدين، الخديوي توفيق يا أولاد نزل من القصر ومعه مجموعة من الضباط الأتراك ومعه القنصل البريطاني والمراقب المالي البريطاني. عرابي تقدم للخديوي وعرض عليه مطالب الأمة. يا ترى إيه هي مطالب الأمة؟ أولا إسقاط وزارة رياض المستبدة، ثانيا تشكيل مجلس نواب يكون على النسق الاوروبي يعني زي مجالس اوروبا، ثالثا زياده عدد الجيش المصري الى 18 ألف جندي. الخديوي توفيق طبعا
دار بينه وبين عرابي، الحوار اللي احنا عارفينه واللي درسناه. عرابي طبعا تقدم بهذه المطالب للخديوي، والخديوي قال له كل هذه المطالب لا حق لكم فيها وما انتم الا عبيد احساناتنا. عرابي طبعا قال له لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا، فوالله الذي لا اله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. طبعا عرابي كده طبعا في بكرامه المصري قدر ان هو يضع حد لتطاول الخديوي. هنشوف دلوقتي يا اولاد مع بعضينا تاريخ هذه المظاهره 9 سبتمبر من عام 1881، اسبابها وهي طبعا تقديم مطالب الامه والجيش للخديوي، عزل وزاره الرياض، تشكيل مجلس النواب، زياده عدد الجيش الى 18,000 جندي. دي صوره بتوضح لنا عرابي وهو في طريقه لمقابله الخديوي 9 سبتمبر. دي صوره اخرى، ادي عرابي عندما وصل الى ميدان عابدين. طبعا احنا بنحب نوثق الاحداث يا اولاد بالصور. هنا عرابي بقى بيقدم مطالب الامه للخديوي. عرابي اهو راكب على الحصان، وادي الخديوي توفيق، وادي القنصل البريطاني، وادي المراقب المالي البريطاني، وشايفين في الصوره يمكن بعض الضباط الاتراك. عرابي تقدم الى الخديوي، الخديوي توفيق طبعا رفض هذه المطالب في البدايه. طبعا اضطر الخديوي توفيق الى قبول مطالب الجيش امام هذه المظاهره الشعبية، مظاهرة شعبية، الشعب كله يا أولاد، شعب القاهرة والوفود التي جاءت من الأقاليم، أثبتت للخديوي أن الشعب مع عرابي. اضطر عرابي إلى قبول مطالب الجيش، وأسقطت وزارة رياض، وكلف الخديوي توفيق محمد شريف باشا بتشكيل الوزارة الجديدة. أصبح محمد شريف باشا رئيسا للوزراء بعد عزل رياض من الوزارة، أو بعد إقالة رياض من الوزارة. طبعا وزارة شريف يا ولاد تشكلت، واختار شريف باشا محمود سامي البارودي ليكون ايضا وزيرا للحربية. يبقى محمود سامي البارودي المرة الاولى التي اصبح فيها وزيرا للحربية كان في وزارة رياض، ثم وزيرا للحربية مرة اخرى في وزارة شريف باشا. شريف باشا طبعا يا ولاد اجرى انتخابات في البلاد لاختيار اعضاء مجلس النواب، وتم افتتاح مجلس النواب في ديسمبر من عام 1881، ثم وضع شريف باشا دستور لمصر. طيب نشوف الدستور المصري، بس ناخد منا الاول من الشرقيه. الو الو، اهلا بيك يا منا. ازيك يا مستر؟ عندك اسئله ولا عايزه تسالي؟ انا عاوزه اسال واتسال. طب اتفضلي قولي سؤالك. عندي سؤال في الجغرافيا، بيقول ما الخصائص الاقتصاديه لسكان مصر؟ ما الخصائص الاقتصاديه لسكان مصر وما اثرها على مستوى الدخل لسكان مصر؟ تمام. بص يا منا، السؤال ده سؤال استنتاجي. يعني استنتاجي يعني ما عندناش جزئية في المنهج بتقول لنا ما هي الخصائص الاقتصادية لسكان مصر، بس احنا درسنا الخصائص الاقتصادية لسكان العالم، صح ولا لا؟ ايوه. تمام. لما درسنا الخصائص الاقتصادية لسكان العالم، مصر صنفت تبع انهي نوع من الدول؟ الدول ذات الدخل المرتفع ولا المتوسط ولا الاقل من المتوسط؟ برافو عليكي. يبقى هنا اهم خاصية ان مصر تندرج تحت الدول ذات الدخل اقل من المتوسط. تمام. سكان مصر اغلبيتهم كم في الميه منهم بيعملوا بالزراعه؟ كم في الميه؟ من 30 لـ60% من سكان مصر. ايوه. تمام. يبقى الزراعه حرفه اساسيه في الاقتصاد المصري. تمام. طيب مستوى الدخل، مصر دوله افريقيه. تمام. طيب افريقيا نصيب الفرد الدخلي، نصيب الدخل القومي للفرد في افريقيا كام؟ $1000 في السنة حسب الرسم البياني اللي عندك موجود في الكتاب. سؤال بس، هو احنا نحفظ نصيب الدخل القومي من الفرد؟ لا مش تحفظ الارقام، ولكن تتعرفي. يعني مثلا لو قال لك اكبر قارة استراليا. استراليا. تمام. يبقى انت عارفة ان استراليا مش لازم تحفظ الرقم ده، الرقم ده للاستدلال والاستنتاج، ويمكن المعلومة دي موجودة في اول صفحة في مقدمة الكتاب، مكتوب ان الارقام للاستدلال والاستنتاج وليست للحفظ. انما طبعا ما تقوليش بقى خطوط الطول ودوائر العرض ما احفظهاش. ايوه. ده دي ارقام ثابته مش متغيره، او التواريخ في التاريخ. تمام. ايوه. يبقى اذا نرجع تاني لموضوعنا، واقول لحضرتك ان خصائص سكان مصر، مصر طبعا تعتبر من الدول ذات الدخل اقل من المتوسط. دخل الفرد في مصر حسب الرسم البياني اللي موجود عندنا في الكتاب $4,500 سنويا، صح ولا لا؟ ايوه. لان قاره افريقيا هي القاره الاخيره في مستوى الدخل الاقتصادي. تمام. دي الخصائص الاقتصاديه لسكان مصر، انت تستنتجيها لان ما عندناش فقره في الكتاب
بتتكلم عن الخصائص الاقتصادية، لأن احنا بندرس جغرافية العالم مش جغرافية مصر، ولكن طبعا مصر جزء من العالم فاحنا نطبق على مصر. تمام. طيب عندك أي أسئلة ثانية منا؟ في سؤال في التاريخ. اتفضلي. ما وجه الشبه بين توليت الشعب لمحمد علي وثورة الشعب المصري 1919؟ توليت الشعب المصري لمحمد علي في كلتا الحالتين الشعب المصري كان ليه الدور الرئيسي، سواء في توليد محمد علي او في احداث ثورة 1919. لان السؤال ده انا شفته قبل كده، تمام. دي تعتبر الإجابة النموذجية، لان طبعا انت عارف الفترة بتاعت محمد علي وثورة 19 حقبة زمنية كبيرة جدا. فهماني؟ فوجه الشبه ان الشعب المصري هو المحرك الاساسي في الحدثين. تمام. عندك اي اسئلة ثانية منا؟ لا شكرا، بس انا عايزة اتسأل. طيب اسألك سؤال في الثورة العربية. تمام ماشي. طيب لو قلت لك يا استاذه منى، ما الاسباب التي ادت الى فشل الثوره العربيه؟ تواطؤ اداره شركه قناه السويس مع البريطانيين. تمام. وعدم ميول الظروف الدوليه للثوره العربيه. تمام. وعدم ادراك قياده الثوره العربيه اهميه التعبئه الشعبيه. بالإضافة إلى طبعا ميول بعض العناصر من الجيش إلى أي طبعا الإنجليز والاحتلال. برافو عليك يا منى، أنت ممتازة وربنا إن شاء الله يوفقك بإذن الله. شكرا ليكي يا منى. نرجع تاني يا أولاد للثورة العربية، وعرفنا دلوقتي أن الخديوي توفيق أسند الوزارة إلى شريف باشا الذي اختار محمود سامي البارودي وزيرا للحربية، ثم أجرى انتخابات وتم اختيار أعضاء مجلس النواب، وتم افتتاح مجلس نواب مصري في ديسمبر من عام 1881. طبعا محمد شريف باشا وضع دستور لمصر. هذا الدستور يا أولاد لم ينص على حقية مجلس النواب في مناقشة الميزانية، وهنا يا أولاد مجلس النواب اعترض على هذا البند. دي صورة لمحمد شريف باشا رئيس الوزراء. حصل خلاف بين مجلس النواب وشريف باشا لإصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية. طبعا ادي مجلس النواب، صورة من داخل مجلس النواب يا أولاد. نتج عن ذلك إرسال إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى، المذكرة المشتركة الأولى التي أرسلتها إنجلترا وفرنسا لتدعم موقف الخديوي توفيق ضد الحركة الوطنية، وتطالبان بإقالة وزارة بحل مجلس النواب. طبعا يا أولاد بعد المذكرة المشتركة الأولى توالت الأحداث سريعا، وتطورت الأحداث باستقالة محمد شريف باشا، و تولى الوزارة بناء على تكليف من الخديوي محمود سامي البارودي اللي هي وزارة الثورة. وطبعا وزارة الثورة ان شاء الله يا اولاد هنستعرضها معاكم في الحلقة اللي جاية. ما تنسوش احنا موجودين على الجروب مدرسة على الهواء ابتدائي واعدادي، حطوا اسئلتكم على الجروب هتلاقوا اجابات وافية ليكم. شكرا لكم يا اولاد، واللي عنده اي استفسار او اي سؤال يحضره الحلقة الجاية ان شاء الله.